بقالنا 4 سنين بنحاول نعمل ايفنت مختلف في مصر، ايفنت يجمع ما بين كل الناس اللي شغاله في الصناعات الابداعيه من اول الدعايه والاعلان والتسويق لحد الفيلم والتلفزيون والسينما. احنا النهارده في 8 مرة للايفنت بنستضيف صوفيا. صوفيا هي اكتر روبوت شبيه بالبشر على مستوى العالم، اكتر روبوت متقدم على مستوى العالم. هي موجوده في مصر لاول مره عشان تحضر الملتقى وعشان تتكلم على دور الذكاء الاصطناعي او دور الارتفيشال انتليجنس في الصناعات الابداعيه، وازاي ان بره مصر بداوا يستخدموا الروبوتس في ان هم ينتجوا اعلانات وان هم ينتجوا حملات اعلانيه، ودي حاجه ما كانش حد يتخيل ان هي ممكن تحصل. احنا النهارده في المحتوى الاكبر في اليومين، الثيم بتاعنا is content وهو المحتوى فعلا، واخدينه من كذا انجل، واخدينه من انجل الارتفيشال انتليجنس الذكاء الاصطناعي، واخدينه من انجل الماركتنج نيوروساينس ادفرتايزنج بزنس انوفيشن كرييتنج نيو بزنس انتربرينورشيب. كل حاجه في الدنيا is linked للمحتوى.